أيها الأحبة الكرام، من مائدة القرآن الكريم إلى مائدة العلم والعلماء، مع فضيلة الأستاذ الدكتور أحمد القصيري، الأستاذ بجامعة الأزهر الشريف، الذي أدعوه إلى المنصة وأسأل المولى تبارك وتعالى له التوفيق، ولنا ولحضراتكم حسن الاستماع. صلوا على سيدنا النبي. يا رسول الله، كل الناس تولد ثم تفنى، ووحدك أنت ميلاد الحياة. كل الناس تذكر ثم تنسى، وذكرك أنت باق في الصلاة. تردده المآذن كل وقت، وينبض بالقلوب إلى الممات. فصلوا عليه. يا رسول الله، جئت إلى الدنيا فعشت ممجدا، وفارقتنا بجسدك ولا زلت سيدا. عليك سلام الله في كل لمحة، فقد ماتت الأسماء إلا محمدا. إذا كان ربنا يقول عن القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون، فما بالكم بحامل القرآن؟ ما بالكم بقارئ القرآن؟ إذا كان المستمع للقرآن تسرع إليه رحمة الله تعالى، فما بالنا بمن يقرأ القرآن لنستمع منه القرآن؟ وإن فقيدنا رحمه الله وطيب ثراه وجعل الجنة مثوانا ومثواه، اختصه الله ممن اختصهم واصطفاهم لحمل كتابه وقراءته. كثيرون يحفظون القرآن، وقليلون من يقرؤون القرآن، وإن فقيدنا من هؤلاء القليل الذين اختصهم الله لنستمع منهم كلام الله. فاللهم اغفر له وارحمه، وعافه واعف عنه، وأكرم نزوله، ووسع مدخله، واغسله من خطاياه بالثلج والماء والبرد، وباعد بينه وبين الخطايا كما باعدت بين المشرق والمغرب. أورد الإمام الحافظ ابن حجر العسقلاني في كتابه الدرر الكامنة في أعيان المئة الثامنة أن ابن دقيق العيد رضي الله عنه، وهو دفين سفح جبل المقطم، زار قبراً وجعل يبكي عنده بكاءً شديداً، فسُئل عن ذلك، قال: إن صاحب هذا القبر كان ابن أخٍ لي، فرأيته في المنام بالأمس، فسألته عن حاله، قال: أتاني سبع كاد أن يلتهمني، فقدم إليه شخص ودفعه عني، ثم التفت إلي وقال: أتدري من أنا؟ أنا ثواب قراءتك سورة الكهف يوم الجمعة. فإذا كان هذا ثواب قراءة سورة الكهف، فما بالنا بفقيدنا وقد حباه الله القرآن كله حفظاً وتلاوةً وعلماً وتعليماً وعملاً. وأشهدكم كما أشهد الله أننا ما رأينا منه ولا علمنا عنه إلا خيراً. الشيخ مكرم الله يرحمه ويرحم والده، يعني على رأي الصعايدة لما يبص في واحد كده يقول لك الولد ده ابن موت من صغره، يعني لم يخلقه الله للدنيا ولا للدنايا، وإنما خلقه الله ليصطفيه. هذا من الحمادين كما قال سيدنا محمد اللهم صل عليه. وإني أزف بشرى لأهل الشيخ مكرم الله يرحمه، كما قال سيدنا محمد: حينما يقبض ملك الموت روح المؤمن، الله يسأل أهله عنه. ماذا؟ الله يسأل ملائكته عن قول أهله في استقبالهم هذا القدر، هذا المصاب الجلل، ماذا قال عبادي؟ فتقول الملائكة: حمدوك واسترجعوك. فيأمر الله ملائكته
أن يبنوا لهم بيتاً في الجنة اسمه بيت الحمد. أهل البلاء يوم القيامة لا ينصب لهم ميزان ولا ينشر لهم ديوان، حتى يود أهل العافية يوم القيامة أن لو قرضت شفاههم بمقاريض من حديد لما رأوا من النعيم المقيم لأهل البلاء من الرب الرحيم. فأبشرهم: صبركم على هذا الفقر عند الله له مكان، له ميزان، له وزنه عند الله. وأي شيء في الدنيا كلام فارغ، والله ما في شيء مفيد في الدنيا إلا شيء يربطك بسيدنا النبي اللهم صل عليه. البطولة الحقيقية ما هي البطولة؟ وقبل ما أقول لكم إيه البطولة، أعوذ بالله أن يضيع عمري في إنجازات وهمية لا قيمة لها عند الله. كثير من الناس يظنون أنهم عندهم إنجازات حتى من داخل بيئة الدعاة. خدوا بالك، أنا ما بتكلمش عن الفنانين ولا عن لاعبي الكرة، أنا بتكلم حتى عن الدعاة وعن حملة القرآن. كثير منا يظن أنه قدم إنجازات، وعند الله إنجازاته صفر. عارفين إيه البطولة الحقيقية؟ أن تموت يوم تموت، وحينما يدخلوك إلى قبرك تجد الذي يستقبلك هو سيدنا محمد. ما في إنجاز بعد هذا. عارفين إيه البطولة الحقيقية؟ مش مهم إنك تعيش، لو عشت عمر سيدنا نوح ما تشوفش النبي مش مشكلة، لكن لما تموت تشوف النبي. لما ملك الموت يجي لك يقبض روحك تشوف النبي. هي دي البطولة الحقيقية، هي دي البطولة الحقيقية. ولذلك الإمام الشافعي دفينه مصر، وهو الإمام الشافعي حينما مات، وأورد هذا الإمام البيهقي في كتاب مناقب الشافعيين، قال: رؤيا في المنام بعد موت، كيف حالك بعد لقاء الله؟ قال: أجلسني على كرسي من ذهب، ونثر علي اللؤلؤ الرطب، وزفني إلى الجنة كما تزف العروس. قالوا: بأي عمل عملته؟ قال: بقولي في كتاب الرسالة: اللهم صل أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه عدد ما ذكره الذاكرون وعدد ما غفل عن ذكره الغافلون. شيء مربوط بالنبي، اربط حياتك بالنبي. حتى أولادك عايزهم يشرفوك عند ربنا، عايزهم يكونوا سند لك في الآخرة قبل الدنيا، عايزهم يرفعوا راسك عند النبي اللهم صل عليه، عايزهم يطولوا رقبتك يوم القيامة. أربع كلمات، أربع كلمات. الكلمة الأولى: اختر أمهم صح. الكلمة الثانية: أكلهم من الحلال. الكلمة الثالثة: اربطهم بالنبي، عرفهم من هو النبي، عيشهم مع النبي، خليهم يصلوا على النبي، علمهم من هم أولاد النبي، من هم آل بيت النبي. وادعي كده وقول: يا رب اللهم لا تجعل من ذريتي من يبغض الحبيب وعترته. ادعي ربنا وقول: يا رب ما تجعلش من صلبي واحد يكره سيدنا النبي أو يكرهه سيدنا النبي. الكلمة الرابعة: ركز على الصحبة. يعني ايه الصحبة؟ يعني خدهم معاك للمجالس، مجالس العلم، حفظهم القرآن. واحد راح لسيدنا عمر يشكو عقوق ولده له، فسمع عمر من ولده يسأله بيقول له: ما حق الولد على والده؟ قال: أن يحسن اختيار أمه، وأن يحسن اختيار اسمه، وأن يعلمه الكتاب قراءة والكتابة، وأن يعلمه القرآن. قال له: والله والدي ما فعل لي شيئا من هذا. فالتفت عمر إلى أبيه وقال له: أيها الرجل، لقد عققت ولدك قبل أن يعقك، فالله يخليكم. اربطوا، اربطوا ولدكم بالنبي. أي كرب يفرج بالصلاة على النبي. أهل المتوفى أنصحهم بالصلاة على النبي. الإمام الحسن البصري لما أتته امرأة تقول له: والله بنتي ماتت وعايز أشوفها في المنام، وإن شاء الله كلنا نشوف الشيخ مكرم في المنام وهو مع سيد الأنام، عاجلا غير آجل يا ملك يا علام. فعلمها الإمام أوراد وأذكار. ذهبت المرأة صلت صلاتها، قالت أورادها، نامت المرأة فرأت ابنتها في المنام، لكن للأسف رأتها
عليها سرابيل من القطران وتضرب بمقامع من حديد وتعذب في نار جهنم. تاني يوم راحت المرأة لسيدنا الحسن حكت عليه ما رأت، فاغتم لغمها ولا يملك لها من الله شيئا. بعد أيام نام الحسن كعادته فرأى امرأة تنغمس في أنهار الجنة وعليها تاج الوقار، ويطوف عليهم ولدان مخلدون، وهي بتقول له: أما تعرفني يا إمام؟ أنا المرأة التي أتت إليك أمي لتعلمها صلاة كي تراني في منامها، ها أنا ذا بين يديك يا إمام أنعم في نعيم الله. قال لها: بأي عمل عملتيه وما سمعت عنك خيرا؟ قالت له: لقد دفنت في مقبرة بها 500 يعذبون بشتى ألوان العذاب، فمر بنا رجل صالح في يوم فقال: اللهم صل على سيدنا محمد. فنادى مناد من قبل الجليل جل جلاله أن ارفعوا العذاب ببركة الصلاة على حبيب محمد. انضاقت الحال في عيش تكابده، واستفحل الهم وانتابتك أتراح، فافزع إلى الله في ذكر تردده، إن القلوب بذكر الله ترتاح. كم من كروب ظننا لا انفراج لها، حتى رأينا جليل الهم ينزاح. فاصبر لربك لا تيأس، فرحمته للخلق ظل وللأيام إصباح. كل باب وإن طالت مغالقه فإن الصلاة على المصطفى مفتاح. اللهم أحسن ختامنا، ويمن كتابنا، ويسر حسابنا، وارحم أمواتنا، واغفر لنا ولوالدينا، رب ارحمهم كما ربونا صغارا، وألحقنا بهم على خير حال. اللهم احشرنا في زمرة نبينا وتحت لواء حبيبنا. اللهم أوردنا حوضه ولا تحرمنا أجره ولا تفتنا بعده، واسقنا من يده الشريفة شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا. صلى الله وسلم وبارك على مولانا محمد وآله. شكر الله سعيكم.